تعالوا نشوف معانا ايه هي الوصفه الثانيه، وهي هنعمل سلطه المكرونه بالتونه بس بمقادير ومكونات جميله جدا. تعالوا ما نشوف ايه هي. عندي مكرونه فيونكا هتكون مسلوقه، تونه، فلفل الوان مكعبات، بصل مكعبات، قرون فلفل شرايح، والفلفل اللي مش عايز حراق يبقى مش هيحطها، زيتون، طماطم، مايونيز، مستردة، زبادي، بصل، وافوكادو مكعبات. تعالوا ما نشوف كده. اول حاجه هعملها هجيب البوله، بوله فاضيه، وايه هحط فيها المكرونه زي ما اتفقنا. المكرونه بتكون ماسكه في بعض شويه علشان اول ما بتتسلق لما بحطها في بوله او حاجه بتبقى ماسكه، بس على طول اول ما اديها كده حركتين هتلاقوها على طول فتحت تاني. ودايما نخلي بالنا لما نيجي نعمل سلطه مكرونه نخلي بالنا ان احنا لازم 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 نتاكد كويس قوي ان ان هي مش مستويه لدرجه الهري، لا احنا عايزينها تبقى مستويه سوى اللي هي نقعدها 7 دقايق بالظبط في الغليان. اوكي يلا اهو كده، تعالوا بقى اما احط عليها المقادير. هنحط طماطم، ونحط فلفل، ونقلبها تقليبه حلوه، ونجيب الزيتون. الزيتون بيدي طعم حلو جدا جدا ليها، وهنجيب البصل اهو. هنحط يا البصل ده يا البصل ده، مش هنحط تقطيعتين، هي تقطيعه واحده بصلايه. والطبق ده بقى اكل العيله كلها، دي احلى غدوه ممكن اي حد يتغداها. افوكادو مفيد جميل اهو كده. هنقلب، وبعد كده هجيب التونه وهبدا اعملها كده. احنا هنجيب التونه اللي هي قطعه واحده بتكون، هنحط على قد الكميه اللي احنا عاملينها بنحط. اوكي اهو كده، وهنعملها بقى كده. واللي بقى حبايب السبايسي هنحط، انا مش هحط القرن كامل، انا هحط بس كام واحده منه كده وهقلب. وتعالوا بقى اعمل الصوص بتاعي. الصوص بتاعي عباره عن مايونيز، وزبادي، اهو مع مستردة. بصوا بقى كده، وهنقلبهم مع بعض. صوص جميل جدا ومناسب قوي مع التونة والمكرونة اهو كده زي ما احنا شايفين. نقلب كويس قوي قوي، ونقوم حاطين الصوص بتاعنا، نقلب كده كويس قوي. سلطة تونة بالمكرونة حلوة جدا بصوص جميل جدا اهو. بصوا حلوة. تعالوا بقى نجيب طبق التقديم بتاعنا ونبدأ على طول في الغرف كده. عملنا مع بعض السلطتين الحلوين، يلا بينا. اهم حاجة اهو سلطة قوية تشبع. هجيب هنا، نبدأ بقى بالغرف اهو. زي ما احنا شايفين اهم حاجة اتأكد ان السلطة كلها بقت فيها الصوص بتاعها الجميل. عايزة اقول لكم المستردة مع الـ مايونيز مع الزبادي بتدي طعم حلو قوي، واحنا بقى نزود الملح حسب الرغبه. اوكي
موسيقى.